الإبوكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وفي ذلك الوقت رفع هيرودس يده على قوم من الكنيسة ليسيء إليهم، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. فلما رأى أن الأمر يرضي اليهود عاد ليقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. وهذا لما قبض عليه وضعه في السجن وأسلمه لأربعة أرابع من الجند ليحفظوه، ظنا بأن يقدمه إلى الشعب بعد الفصح. فكان بطرس محروسا في السجن، وكانت الكنائس تصلي إلى الله من أجله بلجاجة. ولما عزم هيرودس أن يقدم في تلك الليلة كان بطرس نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان يوجد حراس على الأبواب يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فلكز جنب بطرس وأقامه وقال له قم عاجلا، فسقطت السلسلتان من يديه. وقال له الملاك تمنطق والبس عليك، ففعل كذلك. فقال له التف بردائك واتبعني، فخرج وتبعه ولم يكن يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حق، بل كان يظن بأن ما رآه هو رؤيا. فلما جازا المحرس الأول والثاني وأتيا إلى الباب الحديد الذي يخرج إلى المدينة انفتح لهما من ذاته. فلما خرجا وجازا زقاقا واحدا للوقت ذهب عنه الملاك. فلما رجع بطرس إلى نفسه قال الآن علمت حقا أن الرب قد أرسل ملاكه ونجاني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. فلما رأى أقبل إلى منزل مريم أم يوحنا الذي يدعى مرقس، الموضع الذي كان فيه يجتمع الجمع ليصلي. فلما قرع بطرس باب الدهليز خرجت جارية اسمها رودا لتجاوبه. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح غلقة الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف على الباب. فقالوا لها أنت تهزين، أما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو الحاصل. فقالوا له إنه ملاكه. وأما بطرس فلبث يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده قائلا اسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن. وقال لهم أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس؟
وأما هيرودس فلما بحث عليه ولم يجده عذب الحراس وأمر أن يقتلوا، ثم خرج من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، وصاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم كانت تقتات من مملكته. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب قائلا: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله فدود ومات. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.